خد ميار. الو يا ميار، طيب حاولي تكلمينا مره تانية. طب هو انا ينفع ان انا استغل البرنامج بشكل شخصي؟ دي ترجع لسياسه البرنامج بقى. انا اسمي محمد ومحمد عامر. محمد ساعات بيقولوا لي يا محمد وساعات بيقولوا لي يا عامر. طب انا بقى ايه بقى؟ انا في حاول دايما توحد الندى. لتوحيد الندى ده اللي فيه الترددات والذبذبات والتاثير. لان انت هرمونات عقلك بتنشط بطاقة الكلمة. ما أنا ممكن أقول لك كلمة دلوقتي درجة الحرارة ترتفع عندك ويعني يحصل لك تغيير فسيولوجي بكلمة، وممكن العكس. والكلمة هي الندى. حتى ذكر الله كلمة. لا. حتى ذكر أسماء الله الحسنى كلمة. يعني أنت تخيل كده إن اسم أسماء الله الحسنى لما تحط على كوباية مية بتغير ذرات المية وبتاخد اشكال هندسيه في غايه الروعه. وانت تلات ارباع جسمك ميه. فالكلمه لها تاثير طبعا. فانت حاول توحد الكلمه. طب عشان الترددات ما تبقاش. انهو الاحسن؟ ايه الاحسن ليا؟ عامر ولا محمد؟ حاضر، احنا هنقول لك يا جلال. سبعة واحد. هقول لك يا بسيوني. 14 5 جوازاء. عامر جوازاء. جوازاء عامر. تمام. محمد 2 سرطان. تعال بقى نشوف تاريخ الميلاد وايهما يتفق او يتناسق عشان العلو والاصدار اللي كنا بنتكلم عليه من شويه. 14 3 86 4 1 5 و 3 8 8 و 6 14 14 و 8 22 22 و 9 31 32 5. يبقى يمشي عامر يا ريس. امسك في عامر بقى وما تخليش حد يناديلك الا بعامر. عشان ده هيرفع من شأن المسائل. يعني عامر ده يمشي مع اسمي مع عيد ميلادي احسن من محمد. بالظبط كده. ده في تناسق. في تناسق. انت لما تتنده بالاسم ده لا اراديا هتلاقي جسمك كله بيتأقلم وهرموناتك والتعبيرات بتاعتك كلها، وتلاقي نفسك بتزدهر وبيحصل لك جذب من حيث لا تدري ولا تعلم.